مصرفها. الحكومة تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدءا من السبت، ومنظمات حقوقية تدين سلسلة الانتهاكات ضد أسرة علي عبد الفتاح. إثيوبيا ترد على الاعتراضات المصرية بخطاب لمجلس الأمن، ووزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض التدخل الخارجي في ليبيا. تابعونا. أهلا بكم. قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أواخر مارس الماضي اعتبارا من السبت المقبل. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عودة العمل بالمطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية والمسارح ودور السينما والمنشآت الثقافية، وذلك أيضا اعتبارا من السبت، بشرط أن تلتزم ب 25% فقط من طاقتها الاستيعابية. من جانبه أصدر مجلس نقابة الأطباء بيانا شديد اللهجة لرفض تصريحات مدبولي حول عدم انتظام بعض الأطباء وتسبب ذلك في ازدياد عدد الوفيات. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة، وأن عدد شهداء الأطباء منذ بداية الأزمة اقترب من 100 فضلا عن نحو 3000 مصاب. دعونا نشاهد أهم القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم، ثم نعود لنبدأ الحوار. للتعليق على هذه القرارات انضم إلينا عبر خدمة سكايب ماجد عاطف الكاتب الصحفي. أستاذ ماجد، برحب بك في بتوقيت مصر. هل هذه القرارات مفاجأة ولا كان لها إرهاصات ومقدمات كثيرة؟ الحكومة أعلنت في أكثر من تصريح قبل كده أنها تتجه نحو التعايش أكثر مع الفيروس. مساء الخير أستاذ سلام. أهلا بك. هو الحقيقة إحنا باين من الأول إن إحنا رايحين للفتح، فدي مش مفاجأة. القرارات كلها خطوه خطوه من اول رمضان حضرتك وانت جاي بنتجه للفتح والحكومه بتتجه للفتح، فالنهارده قرارات مش مفاجاه. في حاجات في القرارات تبدو غريبه مش منطقيه، بس الاتجاه العام واضح ان احنا متجهين ده من مده. زي ايه؟ ايه الحاجات اللي شايفها مش منطقيه؟ يعني مثلا حضرتك الحكومه او القرار السيد رئيس مجلس الوزراء النهارده بيقفل الشواطئ، لكن في نفس الوقت بيفتح القهاوي، مع ان القهاوي اي حد هيقول لك ان دي بيئه مناسبه جدا للعدوى، في حين ان الشواطئ منطقه مفتوحه، فانت بتقفل المناطق المفتوحه وبتفتح المناطق المغلقه. ده مثلا قرار غريب جدا ملوش حساب بالنسبه للحضانات. قرار الحضانات بتقفل الحضانات ليه؟ في حاجات كده غريبه، لكن الخط العام احنا متجهين للفتح وده واضح رغم خطورته. وبالمناسبه المفارقه، هي في مفارقتين النهارده في كلام السيد رئيس مجلس الوزراء. المفارقه الاولانيه ان هو نفسه بيعلن ان احنا الاعداد هتزيد وان احنا في 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 صعود للرقم، بس ان شاء الله بيعتمد على الوعي وهنفتح. الجزء الثاني انه بيشكر الحكومه وبيشكر اداء الاجهزه الحكوميه وبيهاجم او بلاش بينتقد الاطباء، فده كان حاجه تصرف غريب جدا منه النهارده. لكن بشكل عام طيب هنروح لموضوع الاطباء لانه في نقاش لوحده، بس خلينا نتكلم بقى عن
النسب. رئيس الوزراء أعلن أن السينمات، المقاهي، الجيمات غيرها هتفتح ب25 فقط من طاقتها الاستيعابية. إيه إمكانية تنفيذ ده على الأرض؟ في القهاوي مثلا شبه مستحيل. وأنا ما أعرفش الطاقة أنا الاستيعابية مش عايز كام أقول أصلا حاجة عشان أحسب الربع بتاعها كام. بالظبط حضرتك بالظبط، يعني شبه مستحيل ده تعبير لطيف، لكن الحقيقه التعبير الدقيق هو مستحيل، لانك هتقول للقهوه الطاقه الاستيعابيه، القهوه ايه؟ الحقيقه كل اي حد في مصر لعب 10 طن طاوله على قهوه فاهم ان القهاوي بتعتمد على ما يطلق عليه بلغه الشارع الحصيره، اللي هي الفرشه اللي بره. فالفرشه اللي بره على الرصيف دي هتحسبها ازاي؟ ما اعرفش هيحسبوها ازاي. فالحقيقه حكايه 25% دي كده يعني ما فيهاش اي معنى. ممكن يبقى ليها معنى في الاوتيلات، ممكن يبقى ليها معنى في الطيارات، في الاتوبيسات، لكن في هاوي مش اي معنى. صعب. ولا حتى في الجيم على فكره، اصل الجيم يعني ايه الطاقه الاستيعابيه بتاعت الجيم؟ هل مثلا تحسب الطاقه الاستيعابيه للجيم عندك 10 اجهزه مثلا؟ يعني هتحسبها ازاي دي؟ مش مدرجات، مش مش عملي. كراسي، مش زي السينما مثلا اعرف هي فيها كام كرسي فبالتالي العدد الموجود كذا. وحتى في السينما الحاجات ممكن ده السهل فيها، هل معنى كده ان انا في كل دور السينمات اللي هي موجوده في مصر كلها هيكون في ايد للدوله بتوصل لها وتشوف اذا كانت بتطبق الامكانيات لا، ولا لا؟ ولا هي واضح في من كلام السينما رئيس الوزراء انه هيسيب الموضوع للوعي او يحاول انه يخلي الناس هي اللي تتعايش مع الموضوع. لا، هي في السينمات حضرتك ممكن تحكم دخلك من غير تذكرة، ودفتر التذاكر ده سيريال نمبر يعني مسلسل، فانت ممكن تحكمها من التذاكر، من شباك التذاكر دي ممكن تحكمها. لكن بشكل عام المشكله مش في السينمات يا استاذ تامر، المشكله الموضوع اكبر من السينمات. زي ما بقول لك في قهاوي، في جيمات، في نوادي، يعني النادي مثلا، نادي الزمالك، نادي الاهلي، ده هتوقف مثلا واحد على الباب يقول لك ان عدد النهارده كام، اقفل. يعني مش هتعملها ازاي يعني؟ اي حد معاك كارنيه داخل النادي هتقول له مثلا تخش، مراتك ما تخشش، في حاجات مش منطقيه يعني، ما منفعش يعني. طب هل ممكن نسميه فتح خجول؟ يعني هو بيحاول يقول ان احنا حاطين اجراءات ومش بنفتح قوي وممكن يتجاوز عن ده على ارض الواقع ويسيب الامور ماشيه، لانه مش عايز يقول برضه انا بفتح بشكل كامل وان الامور عادت لطبيعتها، هو عايز يدي الاشاره انه لا لسه الامور فيها بعض القيود. ممكن يكون الموضوع نفسي، او ممكن يكون بيدي تنبيه او كارت للمواطنين، يعني ما تاخدوش راحتكم قوي. هو نفس الراجل قال لك مع وعي المواطنين، يعني الراجل واضح ان قال وعي المواطنين. والحقيقه على صعيد اخر، ما هو برضك ما يقدرش يقفل اكتر من كده. الوضع الاقتصادي بقى سيء جدا، في عندك شرائح في المجتمع يعني حرفيا خلاص بتكح تراب. فبرضه انا ما اقدرش الومه قوي في حكايه الفتح، بس موضوع اصله البيضه ولا الفرخه، ويمكن هتقفل هو نقاش الناس في العالم كله، يمكن هو الحكومة برضو مستعينة ان معظم دول العالم اللي اغلقت اغلاق كامل مثلا لفترات طويلة اخرها بريطانيا مثلا بدءا من 4/7 هيكون في فتح تقريبا كامل لكل شيء ولكل الحياة، فهو بيعتمد انه حتى الدول اللي عندها اصابات كبيرة راجعة ناحية الفتح حتى لو كان في تراجع، فالتراجع بتاعها هو زي الذروة بتاعتنا، فربما يكون ده دافع. انا هنا عندي تحفظين يا استاذ تامر. التحفظ الاول حضرتك، احنا النظام الصحي في مصر، والحقيقه مش النظام الصحي بس، اللايف ستايل في مصر ما هياش ديجيتال، ما هياش رقميه. يعني في انجلترا انت ممكن بكره الصبح تعرف كام عيل عنده اسهال، تعرفها بسهوله جدا وبالارقام، وتعرف توزيعاتهم الجغرافيه، النظام اللي في لندن كده. في مصر بشكل شخصي انا اعرف 2 من اصدقائي جالهم كورونا وتعالجوا بالتليفونات، هما طبعا اتعالجوا تعبير غلط يعني، لكن تجاوزوا المحنه بالتليفون. يعرف واحد صاحبه اسمه تام، دكتور تامر، دكتور محمد، كلمه حل المشكله. وبالتالي الحكومه ملهاش علم، ملهاش علاقه بين صحابي دول، وصحابي ده نموذج عايز اقوله سعادتك ان في اعداد من الناس حصل لهم انفكشن والدوله ما تعرفش عنهم. الدوله مش بتكذب ولا بتخبي ولا بتدلس، بس الحقيقه ان هم ما يعرفوش. ده اول معلومه. النقطة الثانية اللي كنت عايز أقول حاجة فيها، إن الحقيقة فكرة مقارنة، أصل إحنا العالم بيفتح فإحنا بنفتح، لا، ما هو البيك ده أو الذروة. المنحنى الصاعد ده أو الذروة، حاجة تعبير أكثر دقة، ده مش بالتايم، مش بالساعة، مش اللي هو من يناير لفبراير ذروة فذروتك عدت، ده مش أتوبيس بيعدي. الذروة دي كل بلد ليها ظروفها وملابساتها. إحنا ما ينفعش إنجلترا وفرنسا وألمانيا اللي بيفتحوا دلوقتي هم عدوا الذروة والتعبير الدارج، بطاطوا المنحنى بقى ممكن يفتح، انت لسه في الذروه. فبالتالي لا، المقارنه ما ينفعش، دي تبقى دي التكه اللي بنعتمد عليها.
السبب الحقيقي، والحقيقه برضه زي ما كنت بقول لسعادتك يا استاذ تامر، يحمل منطقيه، هو السبب الاقتصادي. الوضع الاقتصادي لقطاعات كتيره من الناس خلاص ما تستحمل، خلاص يعني خلاص، فده السبب الحقيقي للتحرك. طب ندخل على الكلام اللي قاله رئيس الوزراء بشأن الأطباء ورد نقابة الأطباء السريع ببيان من مجلس النقابة عليه. والحقيقة إنه دايماً أو يعني اللي حوالينا شايفين الأطباء بيتدلعوا آخر دلع طول الفترة دي، الحكومات والشعوب وكل الناس يعني تتمنى لهم الرضا يرضوا، لكن في مصر الحقيقة ده مش واضح قوي، يعني لا على المستوى الشعبي في إحساس بده، ولا حتى على المستوى الرسمي والحكومي في إحساس بالدور اللي بيقوموا بيه. الحقيقه الدكتور مصطفى مدبولي من اول وقعه السيول لحد النهارده وهو بيتحرك بشكل جيد جيد، في اطار ان دي مصر، وفي اطار انك انت عندك تداخل اجهزه وعندك مشاكل اقتصاديه. الحقيقه الراجل شغال كويس، ومفيش حاجه تقدر يعني تقدر تقول عك فيها او ايه اللي انت عملته ده، يعني يعني اموره ماشيه طيبه، ما عدا الجمله اللي قالها النهارده بتاعت هجوم الاطباء. الحقيقه دي جمله غريبه جدا، والجمله مش مفهومه، وحتى مش ماشيه مع الخط اللي الراجل كان ماشيه. يعني انت كنت ماشي كويس من الاول وشغلك لطيف وبتعمل حاجات كويسه، فايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني جمله مش حتى مش ماشيه مع شخصيته، ده اول. بس الحقيقه ده تفسير حاجه يا استاذ سامر، انا اعتقد ان في حاجه في الفلسفه المصريه، قد تكون في الفلسفه العربيه عموما، ان احنا لازم نلوم حد، لازم يبقى في حد غلطان بشكل عام. مين اللي غلطان؟ تامر اللي غلطان؟ مجد اللي غلطان؟ محمد اللي غلطان؟ يعني لازم في حد يحاسب على المشاريع. في مشكله في كورونا ما ينفعش تحل تشيل حد الليله، لان حتى اعظم الانظمه الصحيه زي نيويورك مثلا، زي لندن، زي امريكا انهارت. فيعني فكون ان في ناس بتموت عندك وفي ناس بتقع، فده الطبيعي. مش محتاجين نشيل حد، يعني لا محتاجين نقول لك يا حكومه انت وحشه، ولا محتاجين نقول يا اطباء انت وحشين، ولا محتاجين نقول يا شعب انت جاهل. هو دي ازمه، جائحه، وباء، فلازم في ضحايا. فما اعرفش ايه فكره احنا نشيل لحد القضيه دي يعني. خصوصا الى الحد ده هو الاطباء اللي هم من اول الازمه بيصدروا بيانات وبيشتكوا من نقص الامكانيات وفي اعداد كبيره منهم بتموت وبتتصاب، فيعني حتى لو هتشيل حد الموضوع فاكيد مش هيكون الحد ده، او مش لائق ان يكون الحد ده هو الاطباء. انا بشكرك شكرا جزيلا انت مش لازم تشيل حد، الموضوع مش لازم تشيل حد، يعني دي وباء، فمش لازم نقول واحد محمد غلطان او سيد غلطان. ده وباء، واقوى زي ما كنت بقول لسعادتك، اقوى الانظمه الطبيه في العالم ما صمدتش. يعني خلاص تمام، مش لازم نشيل حد يعني. شكرا جزيلا استاذ مجد عاطف الكاتب الصحفي. قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشطة سناء سيف شقيقة الناشط والمدون المحبوس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. الاتهامات هي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت 8 منظمات حقوقية أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم حيث تم اختطاف شقيقته سناء من أمام مكتب النائب العام من قبل قوى شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجنتورة بالأمس، حيث تعرضنا لاعتداءات بدنية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة السجن في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. حول هذا الموضوع نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. أستاذ شريف أهلا بك. تعليق على المشهد وترتبية الأحداث اللي سردناها، يعني أسرة عايزة فقط جواب من ابنها المحبوس، اتعرضوا لاعتداء بدني، يروحوا يقدموا بلاغ بشأن هذا الاعتداء، يتم القبض على واحدة منهم وحبسها 15 يوم. في الحقيقة طبعا كل تضامن مع دكتورة ليلى وأسرة الأستاذ سيف فيما حصل معهم من انتهاكات ضد حقوقهم القانونية، من بداية ما حصل بالأمس حتى اليوم، استمرارا من يعني استمرارا لثلاث شهور من عدم معرفتهم بأوضاع ابنهم علاء سيف بعد إغلاق الزيارة أمام زاوية السجناء.
في انتهاكات في الحقيقه، يعني هم لا يطلبون سوى حقهم في معرفه وضعهم، وضع ابنهم داخل السجن في ظل انتشار وباء يفتك بالمصريين ويفتك بالمواطنين في العالم كله، ومن ضمنهم السجناء الموجودون في السجن في اوضاع هي اوضاع مترديه من الناحيه الصحيه. قانون السجون وقاعد الحد الادنى لمعامله السجناء تتحدث عن الحق في الاتصال الخارجي بين السجين وبين اسرته، بقالهم 3 شهور زيهم زي كتير من السجناء في سجن تورا وغيره. هم يطلبون مجرد خطاب للاطمئنان على صحة ابنهم، بقالهم أكثر من أسابيع بيطلبوا هذا، لم للأسف هذا الطلب لم يتم الاستجابة ليه بأي شكل من الأشكال في اختراق للقانون. عندنا قانون واضح وبينص على حقوق للسجين سواء ما صدر عليه حكم او محبوس احتياطيا كوضع علاء سيف في السجن. وفي الحقيقه لا يحل انه ده استهداف، في استهداف لفكره اولا لاسره طبعا الاستاذ سيف ولكل الناشطي الحراك السياسي او الحياه السياسيه والحقوقيه. مش دي مش اول مره، في اعتداءات سابقه تمت ضد اعضاء الحركه المدنيه من عامين في شهر رمضان، احد في افطار سابق برضو مش معروف مين من طرف ثالث في منطقه امبابه ولم يعرف رغم انهم قدموا بلاغات. الاعتداء اللي حصل امبارح برضو ده اعتداء اخر، الاعتداء اللي حصل على الاستاذ جمال عيد مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان وتكسير سيارته، يعني ده واضح انه مسلك مستمر معانا الفتره اللي جايه. في الحقيقه المفترض ان هم مبني عليهم، يعني اسره استاذ سيف سناء ومنى ودكتوره ليلى تم الاعتداء عليهم بالامس باصابات قويه وعملوا بخصوصها تقارير طبيه، وامام سجن تورا منشاه شرطيه تابعه لوزاره الداخليه، يعني ده في حد ذاته بي بي يعني يعطي مسؤوليه عن المسؤول عن هذا الاعتداء من جلب هؤلاء الاشخاص. بعض التعليقات على الطرف الاخر، لانه في ناس علقت قالت هل منطقي اصلا المفروض ان في حظر تجوال والمفروض ان في قرارات تحترم، هل منطقي ان الاسره تروح وتقعد وتنتهك حظر التجول وتروح تقعد قدام السجن في وقت مش مفروض تكون في الشارع؟ يعني في النهايه شوف هو لازم يبقى في بديل، يعني تمام. انا مع احترامي طبعا للظروف الصحيه اللي احنا بنعانيها في كل مكان في العالم مش بس في مصر، لكن الموضوع انت بتبقى في بدائل اخرى، يعني قانون السجون نفسه بيتكلم عن التراسل، يعني فكره الرساله ان انت السجين يكتب خطاب لاسرته او العكس يتم تسليم خطابات متبادله او التليفون، يعني ده بيتم في دول العالم كلها. قواعد الحد الادنى لمعامله السجناء اللي وقعت عليها مصر بتتكلم عن هذا، يعني تجربه الاتصال التليفوني بتتم في مصر فعلا، لماذا لم تتم في هذه الحاله او حتى السماح بارسال خطاب من داخل السجن لخارج السجن؟ والموضوع كان يعني والموضوع كان خلص، ما كانش توصل لهذه التداعيات. الوضع الاستثنائي الحالي كون ان ما فيش اي وسيله للاطمئنان وحق الاهالي لقوا على ابنائهم اللي موجودين في السجون ويطمنوا عليهم، افتكر انه الوضع الحالي بيحتم اكتر ان يبحث عن اليه للتواصل. النهارده تم الاعلان من جانب الحكومه عن فتح تقريبا كل شيء بدءا من يوليو، لكن مش واضح وضع السجون والزيارات وغيره هيمشي ازاي. تمام، انا مع حضرتك، يعني القانون بينص على ده، يعني والموضوع مش جديد بالنسبه للمنظومه القانونيه المصريه، لكن هو في الحقيقه ما حدث بالامس هو يبدو انه محاوله انه اهالي سجناء اخرين ما يطلبوش نفس الطلب، يعني لو انت سمحت بقى انه اسر السجناء اللي هي مش عارفه احوال ولادها الموجودين في السجن وفي غياب لحاله التواصل بينهم ان هم يعملوا نفس ما عملت اسره سيف، تمام. فبالتالي كان يعني من الممكن انه يكون ده اعتداء، هل وراه اشخاص ليهم علاقه بوزاره الداخليه؟ ما هو يعني مكان الاستهداف نفسه يوحي انه استهداف مش طبيعي، تمام. كمان الجريمه الاخرى اللي تمت النهارده فكره ان هم رايحين يقدموا بلاغ في مقر النائب العام بالتجمع الخامس ولم يتم استقبال المحامين، مجموعه من المحامين والحقوقيين واسره سيف رايحين يقدموا بلاغ، لم يتم استقبال اي شخص منهم داخل مقر النائب العام وطلب منهم انهم يسيبوا طلب في مركز خدمه المواطنين، وفوجئوا
أثناء خروجهم بما قيل أنه اختطاف لسناء سيف في ميكروباص معين، وثم حالتها بعد ذلك لنيابة أمن الدولة، وهي أصلا مجني عليها في النهاية. يعني في الآخر حتى تمام. لو يعني كان في مشكلة في وقفتهم قدام السجن، لكن هي تم الاعتداء عليها من قبل أشخاص ما، عايزين نعرف من هؤلاء الأشخاص، إيه صلاتهم. تمام. ففي الحقيقة أنا رأيي يعني تحرك النيابة العامة ووزارة العدل في موضوع التعامل مع السجناء في ظل وباء الكورونا، أنا رأيي عليه في عدد كبير من محتاج نقاط إعادة الضعف. نظر. يعني أولا كان أنا بالنسبة للسجناء أذكرك الرأي أولا، أذكرك والمحابس احتياطيا ثانيا، والتعامل مع الملف خاصة في ظل كمان ما يثار بقى كل يوم عن حالات إصابة ووفاة في السجون، في سجن ترى بالتحديد. يعني أحد الموظفين العاملين هناك توفى من حوالي واخد سيرة أسبوعين، التشريف، فأنت واحنا اتكلمنا عن وحالات ده في إصابة وقتها، وبيضاف للمطالبات اللي حضرتك قلتها. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. ردت إثيوبيا اليوم على رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي برسالة مماثلة، اتهمت فيها القاهرة بعدم المساهمة في إنجاح العملية التفاوضية بشأن سد النهضة. وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو غاشيو في رسالة إلى مجلس الأمن من 78 صفحة إن مصر ليست لديها نية للمساهمة في إنجاح العملية التفاوضية الثلاثية بعرضها الأمر على مجلس الأمن الدولي. في سياق متصل، أكدت جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية التي عقدت الثلاثاء لمناقشة ملف سد النهضة أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. حول آخر التطورات في هذا الملف الشائك، نرحب عبر خدمة سكايب بالدكتورة نجلاء مرعي، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الإفريقية. برحب بك يا فندم. يعني أهلا وسهلا. أهلا بك. التطورات المتلاحقة وردود الفعل الإثيوبية، سواء الخطاب اليوم لمجلس الأمن أو تصريحات وزير الخارجية في السابق وباقي المسؤولين الإثيوبيين، كلها في سياق التصعيد. ما فيش أي بادرة أن إثيوبيا تنوي أن يعني تأخذ خطوة إلى الخلف لإتاحة المجال أكثر أمام المفاوضات. كيف يمكن أن ترد مصر على ذلك؟ أهلا بيك وبالتحياتي للحضور. أهلا بيك. في الحقيقة إن تحرك مصر دلوقتي بتتحرك مصر دوليا وإقليميا عشان تضغط على إثيوبيا مرة تانية للتفاوض، ده طبعا بعد فشل المفاوضات الأخيرة بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة. فما زالت إثيوبيا لغاية دلوقتي عايزة اتفاق غير ملزم، عايزة تعدل قواعد الملء والتشغيل كما تشاء من وقت لآخر، وإن يقتصر الاتفاق على قواعد استرشادية غير ملزمة. فبالفعل مصر تحركها جه بنتيجة إن جامعة الدول العربية تناولت الموضوع في جلسة طبعا اللي هي اليوم، وأكدت إن احنا مصر فيها إن احنا في مرحلة في غاية الدقة طبعا نتيجة تعثر المفاوضات. وجامعة الدول العربية نشدت الدول الأطراف الثلاث إن هي ترجع للحوار مرة ثانية. وما ننساش برضو في تحرك تاني من المتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أكد النهاردة برضو ضرورة إن يكون في تكثيف للجهود يعني بخصوص الخلافات العالقة حول سد النهضة، وأكد على أهمية إعلان المبادئ بتاع 2015. تحرك مصر قبلهم بثلاث ايام طبعا جه في مجلس الامن. مصر اتحركت وقدمت شكوى لمجلس الامن. المجلس الامن عقد جلسه اليوم مغلقه نتيجه ان مصر قالت انا مش بهدد عسكريا، ونتيجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت اثيوبيا مصره على الملء الاحادي. عايزه اقول ان خطوه مجلس الامن بتقول ان احنا حريصين على المسار السياسي، احنا ما فيش اي نيه لاستخدام القوه. هي عباره عن خطوه مهمه بنقول فيها ان احنا بنتقدم رسميا ضد التعنت الاثيوبي. وزير الخارجيه كمان سامح شكري لما اتكلم اكتر من وده مش معناها رجل من المفاوضات على فكره، لان في خطا كبير شائع ان احنا تقدمنا لمجلس الامن عشان فيه هروب من المفاوضات. بالعكس، احنا مصر اعلنت كذا مره احنا مستعدين نتفاوض مره تانية، ولكن بشرط لو تتراجع اثيوبيا عن الملء الاحادي. واحنا عايزه اوضح ان مصر لما تقدمت للامم المجلس الامن ثلاث قضايا، اولهم واهمهم استئناف المفاوضات.
وبعد كده ان احنا بنحط المجلس امام مسؤولياته الدوليه القانونيه والسياسيه ان يمنع اثيوبيا من الملء الاحادي. طيب مع هذه القرارات، انا عايز اقف دي بس عند قرار نقطه مهم مهمه من يا البنك دكتوره، الدولي انه على فكره، احنا بنعتبره ورقه مهمه، ان هو ربط تمويل سد النهضه ده خلال دوت من 4 ايام فقط، اعلن ان هو هيربط تمويل سد النهضه بتوحيد سعر الصرف في اثيوبيا والحوار البناء مع دول الجوار. يعني لازم، يعني اثيوبيا ملزمه دلوقتي عشان تمول السد مره اخرى لازم تعمل الحوار البناء وتتناقش مره اخرى مع مصر والسودان، ودي بنعتبرها ورقه ضغط مهمه، لان احنا ما نقدرش ننسى ان البنك الدولي كان مشارك في فتره في المفاوضات وشاهد بنفسه التعنت الاثيوبي وشاهد بنفسه ان هي رفضت توقع على اتفاق واشنطن اللي هو كان في 28 فبراير، على الرغم ان هو كان عباره عن، يعني عباره عن نتيجه ما تم استخلاصه من وقائع جولات مفاوضات اثيوبيا كانت مشاركه فيها ووافقت عليها بالفعل. طيب دكتورة، أنا عايز أقف عند تصريح خطير الحقيقة لوزير الخارجية الأثيوبي أول امبارح، كان بيتكلم فيها إن أثيوبيا لن ترضى بأي اتفاق يمس بسيادة أثيوبيا على أو بحق أثيوبيا في التنمية، سواء في مشروع سد النهضة أو في مشروعاتها للتنمية المستقبلية. فده الحقيقة تصريح بيقول إنه لا، الموضوع مش هيكون واقف فقط على سد النهضة، وإن أثيوبيا يبدو أنها تخطط لمشروعات أخرى، لذلك لا تريد أن تعترف الآن لمصر بأي حق لكي يساعدها ذلك عندما تشرع في مشروعات أخرى في المستقبل. نعم، انا هتفق في النقطه دي جدا. اثيوبيا احنا لو لاحظنا ان المحادثات ركزت على سد النهضه، بس في الواقع اثيوبيا كانت تريد مش سد النهضه عشان موضوع الطاقه الكهربائيه فقط، لا، دي كانت تريد ان هو يكون سد النهضه اداه لانشاء وتقنين حق غير منظم في استغلال النيل الازرق، ودي نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. السد ليست له، يعني ما اقدرش، يعني نقدر نقول ان السد مش قضية تنموية بالنسبة لاثيوبيا على فكرة. في مصالح واهداف استراتيجية اخرى بتتعلق بتغيير معادلة التوازن في النظام الاقليمي لحوض النيل، محاصرة مصر سياسيا واستراتيجيا، فرض سياسة الامر الواقع. اثيوبيا تريد لنفسها ان تكون طرف فاعل في معادلة التوازن الهيدرو استراتيجي الجديد في النظام الاقليمي. اثيوبيا تريد أن تؤسس لنفسها طابع جديد بتقوم فيه بالدولة الفاعل الإقليمي أو المهيمن الإقليمي لحوض النيل، وابتدت في سد النهضة أداة لتحقيق ذلك. طيب احنا دلوقتي عندنا مواقف دولية، مصر وسطت فيما سبق الولايات المتحدة، روسيا أيضا قامت نعم. بدور في الوساطة في مرحلة، دول خليجية ساهمت في الوساطة وإن كان على استحياء، عندنا لجوء لمجلس الأمن ولجوء ودخول الآن لجامعة الدول العربية، كل ما يمكن أن يتم اللجوء ليه تم اللجوء ليه بالفعل. ماذا سيحدث إذا أصرت إثيوبيا، أو ما الخطوة المقبلة لمصر إذا ما أصرت إثيوبيا على موقفها المتعنت؟ اوكي، في الاول مصر ما تتمسك بالمسار السياسي ولا نيه ليها لاستخدام القوه كما وضحت قبل كده، لان هو اصلا غير مجدي فنيا، ومصر لم تنوه ليه ولم تصرح ليه، بالعكس هي قالت ان من حق اثيوبيا ان هي تكون ليها تنميه ولكن في حدود اتفاق واحد. احنا حاليا السيناريو الاقرب للرد على السؤال اللي هو دايما بنتساءل فيه طبعا بالنسبه لايه الجديد اللي ممكن يحصل، مصر دلوقتي القضية أمام مجلس الأمن، فقد يصدر مجلس الأمن، يعني ده توقعي، ممكن يصدر توصية دي ليها صفة الإلزامية الأدبية وليست الإلزامية القانونية طبقا للفصل السادس من إن المفاوضات ترجع مرة ثانية. تمام. الوسيط المرة دي هيكون مش منظمة إقليمية ولا دولة، الوسيط هتكون مجلس الأمن نفسه، فأعتقد إن مش هتقدر تتهرب أثيوبيا من الخطوة دي، أو يصدر، يعني في احتمال تاني إن هو يصدر توصية بوقف الملء الأحادي الأول لغاية ما نوصل لاتفاق. ومن حق مجلس الأمن أيضا إن هو يحيل أطراف الملف كله لمحكمة العدل الدولية على فكرة، يعني عشان يفصل في الخلاف، او ان هو يشكل لجنه فنيه للفصل في الامور المختلف عليها، وانا اتوقع ديت يعني الاقرب، يعني ان هو يشكل لجنه فنيه عشان يفصل في الامور الخلافيه بينهم. ممكن كمان تصدر توصيه او يتم اصدار توصيه بوضع اثيوبيا في موقف الدوله المنتهكه للقانون الدولي، قد يفرض عليها عقوبات فيما بعد، يعني ان هي بتهدد السلم والامن الدوليين. الفتره الجايه
مهم جدا ان يقوم المراقبين الدوليين بدورهم ان هم يعني يقربوا وجهات النظر، خاصه ان هم كانوا اطراف من نوفمبر 2019 في الحوار. لازم يوافقوا منظماتهم الدوليه اللي بيمثلوها بتطورات الوضع وكيف الوضع بالنسبه لاثيوبيا او مواقفها المتعمده. في كمان مصر دعت لخطوه مهمه، دعت المجلس القومي الامريكي خاصة ان هو اعلن قبل كده من فترة ان هو ضد يعني ضد الملء الاحادي. هو الاكيد انه علشان مجلس الامن ياخد قرار حاد او يعني يصدر توصية شديدة اللهجة، الاكيد ده بيحتاج ترتيبات دبلوماسية وضغوط على كل المستويات. هنشوف الايام المقبلة هتسفر عن ايه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نجلاء مرعي، استاذ مساعد العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الافريقية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. قبل أن نخرج الفاصل، قام وزير السياحة والآثار خالد العناني بزيارة استمرت 3 أيام للمنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر، وقال إن المنتجعات السياحية تستعد لاستقبال الزوار بعد إغلاق استمر نحو 3 أشهر. نشاهد أهم استعدادات هذه المنتجعات قبل البدء في استقبال السائحين بداية الشهر القادم. نخرج الفاصل ونعود لنستكمل. فيو تحفة، جو صحي رائع، جو شمس، بحر، رمل، جبال، سفاري في الصحراء، أماكن كلها مكشوفة، أماكن رائعة، أماكن ربنا حبها مصر بنعمة رائعة. عشان كده لما احنا فتحنا السياحة اخترنا 3 محافظات دول: جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح. أماكن كلها ما ينفعش تكون صحية أكتر من كده. بنلف على كل حتة في الأماكن السياحية من أول المطار للطيارة للأتوبيس السياحي. عملنا فكرة عبقرية، غرفة عزل سالبة الضغط وفي نفس الوقت مجهزة تجهيز ان هي تبقى غرفة رعاية مركزة، فيها سرير 5 حركة كهربي، فيها بيد هيد يونت لشبكة الغازات، فيها يوفي لامب، فيها كاميرا اوديو وفيديو، بحيث ممكن يتواصل المريض المعزول بزاويه جوه مصر او بره مصر. احنا اصلا مستعدين في الماضي، يعني مش من 1/7، احنا مستعدين من بداية البانديميك بتاع كوفيد، يعني من شهر فبراير لما ابتدى ينتشر. البلانت عملت ميديكال سبلايز موجودة، الاطقم الطبية تم تدريبها، فاحنا جاهزين. احنا مش لسه هنجهز، يعني احنا جاهزين من شهر فبراير اللي فات. أهلا بكم من جديد. أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وشدد الوزراء في قرارهم الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على ضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها، والدول التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد الأسلحة بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. وركزوا أيضا خلال الاجتماع على أهمية الحل السياسي للأزمة ودعم مجلس الجامعة لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة على الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وآخرها مؤتمر برلين. معنا انضم إلينا من نيويورك عبر خدمة سكايب الأستاذ محمد سطوحي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد برحب بيك. الجامعة العربية دخلت على الخط إلى جانب مؤسسات ودول سواء دول عربية دول غربية تساند إلى حد كبير مطلب مصر بضرورة أن تبقى ليبيا للليبيين بعيدا عن أي تدخلات خارجية. إلى أي مدى التصريح اللي أكده أو اللي قاله الرئيس السيسي بوضع الخط الأحمر ساهم في حلحلة أو إعادة وضع ليبيا على الخريطة الدولية من جديد؟ تصوري انه ما فعله الرئيس السيسي لم يكن مقصودا به، وهذه قراءتي الشخصيه، لم يكن مقصودا به انه مصر تريد
بالفعل أن تتدخل عسكريا في ليبيا بهذا الشكل. أنا أتصور أنه كان تحديدا للخطوط في الرمال، أنه هذه منطقة مصالح مصرية استراتيجية، ولن نسمح لأي قوة تراها مصر معادية أو منافسة على المستوى الإقليمي أو داخليا أنها سوف تؤثر على الأوضاع في ليبيا بما يهدد هذه المصالح. ومن هنا جاء بيان الرئيس السيسي في قاعدة عسكرية، ومع ما أعتقد أنه نوع من استعراض القوة، أن مصر في حالة الضرورة ستكون قادرة على الرد بالشكل المناسب الذي يتوافق مع هذه المصالح. لكن هل هذا يعني أن مصر أو أن السيسي نفسه يريد أن يدخل في هذه المنطقة؟ أنا أتصور أنه هناك أبعاد كثيرة للموضوع تجعل أنه هذا ليس الخيار المفضل على الأقل بالنسبة للسلطات في مصر، لكنه قد يكون اضطراريا إذا اقتضى الأمر ذلك. تمام. طيب خلينا أنتقل إلى الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ أكرم برحب بيك. كلام أستاذ محمد صدوحي وكلام وتقديرات محللين سياسيين آخرين بيعتقدوا أنه عندما قال الرئيس السيسي أن هناك خط أحمر في حالة تجاوزه لن تقف مصر مكتوفة الأيدي، لم يكن إعلان حرب بقدر وضع الأجندة الليبية مرة أخرى، أو يعني القضية الليبية مرة أخرى على الأجندة الدولية علشان يوقف ما يحدث على الأرض هناك حاليا. وده اللي حصل فعلا، لأنه الحقيقة أنه في أطراف من مصلحتها أنها تتحدث عن أنه دعوة للحرب وغيره، مع أنه هو الكلام منذ البداية هو دفع نحو العملية الاستئناف السلام، وصدقتها المبادرة المصرية اللي هي مفيش خلاف عليها لدى أطراف كتير، وحتى بعد تصريحات الرئيس السيسي اللي هي 10 جمل تقريبا أطراف كثيرة جدا تحركت دوليا، يعني الولايات المتحدة واتصال ماكرون بترامب، ماكرون في تصريحاته في أثناء المؤتمر الصحفي مع الرئيس التونسي، يعني كان واضح جدا مش فكرة إنه فرنسا بتتهم تركيا بالتدخل، ثم إن القضية الليبية نفسها تعقدت بشكل كبير بعد تدخل العناصر الخارجية اللي هي تدفع يعني حتى الرئيس التونسي نفسه الرئيس التونسي نفسه أوضح هذه النقطة وقال إنه السلطة الحالية الموجودة حاليا في ليبيا هي سلطة مؤقتة ويجب أن تستبدل بسلطة منتخبة دائمة. مش بس كده، لأن حتى في سياق التفاعل أو ردود الأفعال تجاه التصريحات الرسمية، يعني فكرة الحرب دي بعض الناس الحقيقة بيستسهلوا فكرة إنه يتكلموا في حرب، يعني دايما بنضرب مثل بالحرب الباردة اللي كان فيها سنوات طويلة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لم تحدث مرة واحدة مواجهة مباشرة، ومع ذلك كان الصراع قائما، بمعنى إنه فن إدارة الصراع من خلال الأدوات السياسية هو ده الأساسي، مع وجود الرابع، بمعنى انه الاطراف تبقى عارفه اي طرف عم بيتكلم في حدود او خطوط حمراء فيما يتعلق بالامن القومي المباشر لمصر فيما يتعلق بالليبيا، اعتقد ان في سوابق انه مصر ابلغت مجلس الامن بناء على الماده 51 اللي هي الدفاع الشرعي، انما تم الاعتداء على المصريين وتدخلت مصر بشكل مباشر، فمصر تمتلك القدرات، طبعا تمتلك القدرات، واظن الموضوع مش في استعراض قوه زي بعض الاطراف اللي هي الكاهنه، يعني فيما يتعلق بتهديدات او ردود افعال، الفكره هنا هو اداره الصراع، بمعنى انه الكلمه تكون في محلها، بمعنى انه طب منذ التصريحات كانت هناك ردود افعال متعدده على اطراف مختلفه، ومع ذلك لم تتحرك اي قوه على الارض في اتجاه معاكس للامور، معنى انه التدخل التركي من الواضح حتى في رد الفعل على الجهات المتحفظه على بيان الجامعه العربيه على سبيل المثال وزراء الخارجيه، كله بيان سياسي بيتحدث على الشرعيه على الامم المتحده على مسارات 5+5 وعلى مسارات سياسيه، الاعتراض على ايه؟ الاعتراض على التدخل الخارجي وحتى اعتراف بالحكومه القائمه والمؤسسات المنبثقه عن اتفاق الصخيرات، يعني حتى ما فيش مشكله عند الجامعه في مصر فيما يتعلق بمصر، مصر بتتحدث على انه طالما الليبيين بيحكموا ليبيا قوة جيش ليبي، شرطه ليبيه، الامن في النهايه متحقق بالنسبه لمصر، مصر ليست طرفا طامعا او طرفا غيره، لكن في اطراف الحقيقه الميليشيات او التنظيمات الارهابيه زي داعش او غيره اللي هي
عاشت في السادة منذ 2011 سبع سنوات أو ثمان سنوات في ميليشيات وفي تنظيمات وغيره وبعضها يعني خططت العمليات ضد النفس وتم التعامل معها بحسم. لكن هي الفكرة أنه في جهات أقرب لفكرة القمام في الغابات أو غيره، لو هو ما بيقدرش يدخل، يعني تركيا لم تدخل سوريا في وضع طبيعي وكانت حليفة لسوريا، تركيا لم تدخل في العراق في وضع طبيعي وكانت علاقتها قوية بالعراق وكانت لا تجرؤ على فعل ذلك في وجود نظام قوي. فكرة هنا إيه؟ هو مطامع في البترول أو في النفط، هروب إلى الأمام، لأنه لم يوجد قوة في التاريخ اشتركت أو دخلت في أكثر من صراع في وقت واحد وكسبت حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فإنما توزعت قوتها ودي دولة عظمى ولديها قدرات أظن تتفوق على تركيا. تركيا لديها غرور قوة وهروب إلى الأمام في التداخل في أشياء النفوذ نفسه، حتى إيران نفسها تدفع ثمن كثير من التحركات فكرة ده إنه إن آجلا أو عاجلا سيدفع ثمن هذا بشكل واضح جدا. تمام. في الموضوع بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي، ارجع لك مره ثانيه استاذ محمد سطوحي. استاذ اكرم اتكلم على نقطه مهمه جدا وهي انه مصر لا ترفض التعامل مع اي طرف، مصر لا ترفض وجود اي طرف ليبي في ليبيا سواء الجيش سواء حفتر سواء حكومه الوفاق ما دام كلها اطراف ليبيه، وان مصر فقط ضد تدخل اطراف خارجيه تهدد امنها القومي. استاذ محمد للحظات طب انت سمعتني بوضوح؟ انا سمعت الجزء الاول من السؤال انه تعامل مصر مع كل الاطراف في ليبيا وان مشكلتها بس مع التدخلات الخارجيه، لكن ما دام اي طرف ليبي بيحكم في ليبيا ما عندهاش مشكله. في هذه النقطه انا ليا وجهه نظر انه كان من الممكن لمصر ان تكون منفتحة بهذا الشكل في مرحلة سابقة للتدخل التركي، لأنه حكومة الوفاق ومجموعاتها وعناصرها كان عليها ضغوط كبيرة جدا من قوات حفتر في الفترة الأخيرة بما اضطرها للجوء إلى تركيا واستخدام بعض الميليشيات من سوريا التي هي في نهاية الأمر تهديد للأمن القومي المصري. فدائما ما يعني من وجهة نظري أنه لابد أن تدع حتى للخصم أن تدع له منفذا للخروج وللتحرك بحيث لا يضطر أحيانا إلى إجراءات تضره وتضرك، لأنه في نهاية الأمر أنا لا أتصور أن حكومة الوفاق تريد أن تضع نفسها تحت رحمة تركيا وتكون منقادة للسياسات التركية، لكن هذا سيحدث عمليا عندما يعتمدون على تركيا بشكل كامل في حماية أنفسهم. صحيح، هو اللجوء حكومة الوفاق إلى تركيا ما حصلش غير لما تمت محاصرة طرابلس، وبالتالي هي لم يكن لديها أي خيار سوى الاستعانة بطرف آخر. هذا ما أقوله، أنه كان من الممكن جداً أن يكون هناك مثل هذه المبادرات في مرحلة سابقة قبل أن تضطر حكومة الوفاق للجوء إلى الجانب التركي، بل واستخدام ميليشيات كانت تحارب قوات الوفاق في مرحلة من المراحل منذ شهور أو سنوات قريبة، فهم اضطروا لذلك لأنه حدث أنه كان بالنسبة لهم مسألة بقاء، فلجأوا إلى هذا الحل وهو حل ليس من وجهة نظري في مصلحتهم حتى في حكومة الوفاق، وليس في مصلحة مصر، وليس في مصلحة الأمن الإقليمي، وليس في مصلحة التحجيم والحد من الإرهاب، فالكل الأطراف أضيرت، فهي مسألة توقيت في نهاية الأمر، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وتأتي متأخرا أفضل من أن ألا تأتي. ومن هنا أنا أتصور أنه التوجه الأخير بالنسبة لمصر الانفتاح على كل الأطراف في ليبيا شيء مطلوب، ومن الممكن أن يكون هناك استيعاب أكبر لهم في عملية سياسية أرجو أن تستعيد فيها القاهرة موقفها السابق كوسيط، لأنه بالمناسبة السراج نفسه وعناصر كثيرة معه لم يكونوا بعيدين عن القاهرة. صحيح. وكان من الممكن، وكان فيه زيارات متبادلة كمان بين السراج في القاهرة والمسؤولين المصريين في طرابلس، ومصر كانت من المعترفين من البداية باتفاق الاستخيرات والداعمين والمؤيدين ليه. لكن هل الأوان فات أستاذ محمد، لأنه بقى فيه حالة يعني رفض متبادل وتطاحن كلامي متبادل بين حكومة الوفاق والإدارة المصرية، هل ممكن تحسين ورأب الصدع اللي حصل خلال الفترة المقبلة، ولا يعني ده صعب؟ أنا أتصور أن كل شيء من الممكن التفاهم بشأنه إذا حسنت النوايا وأحسنت إدارة الأزمة بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه هناك في نهاية الأمر
مصالح عامة تجب تلك الحساسيات الشخصية أو القبلية أو الجماعات هنا وهناك. حكومة الوفاق تعلم أنها لا يمكنها الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش المصري. من ناحية القوة هناك فارق كبير ولا يمكنها أن تكون ندا لها، وبالتالي لابد من الوصول إلى تفاهمات. الجانب المصري أيضا صحيح هو وضع خطا في الرمال، ولكن ما لن يتم الوصول إلى تسوية سلمية فإنه حكومة الوفاق من الممكن أن تبدأ في بالفعل في عمليات عسكرية ضد قوات حفتر. وحتى بالمناسبة السراج ليس صاحب السلطة المطلقة والقوية على الميليشيات التابعة له، هناك عديد من الميليشيات بعضها أشد تطرفا من بعضها الآخر، ومن الممكن أن تكون لها قيادتها المستقلة التي تقوم بعمليات حتى بعيدا عن سيطرة حكومة الوفاق، ومن هنا قد تجد مصر نفسها تدخل في عمليات عسكرية ضد هذه الميليشيات. ومن هنا لابد وأن يكون هناك يعني قوة أكبر وقوة دفع بالنسبة لعملية تسوية سياسية، وأنا أعتقد أنه هذا هو التوجه الآن سواء في مصر أو بالنسبة لبعض دول الإقليم. طيب بمناسبة عودة جامعة الدول العربية، والحقيقة أنه بقى الموضوع أشبه بالكلاسيكيات، يعني استدعاء دورة جامعة الدول العربية دلوقتي بقى مش أكتر من البيان اللي بيصدر، وما فيش يعني صلاحيات على الأرض، ما فيش حتى معرفش الوجه المقبول من كل الأطراف. هل المرة دي الجامعة العربية مؤهلة في ظل أن في انقسام حتى بين بعض الأعضاء، بعضهم بيدعم حفتر، بعضهم يميل للسراج، بعضهم يقف على الحياد، هل المرة دي الجامعة العربية قادرة تصيغ موقف موحد ملزم لكل الأطراف؟ ما قرأته حتى الآن، وربما يكون هناك معلومات لديكم أكثر، أنه هناك دول مثل الحكومة الوفاق أو تونس، الصومال، هي التي تحفظت بالنسبة للقرار الأخير من الجامعة العربية، وبالتالي بشكل عام أنا أتصور أنه كان هناك توافق على هذا البيان، لأنه بالمناسبة لم يكن هناك إدانة مباشرة لطرف محدد، ولكنه حديث عام يمثل مبادئ عامة أنا أعتقد أن الكل يتوافق عليها. صحيح أن هناك تحفظ أنه من جاءوا بتوافق مع حكومة الوفاق الشرعية هم لا يمكن مساواتهم بالآخرين، لكن هذا كلام من الممكن على الورق. الواقع يقول شيء ثاني خالص، الواقع يقول أنه هناك قوة كثيرة داخل ليبيا الآن بالفعل، والمطلوب بالفعل أنه يتم سحب كل هذه القوات. تمام، إذن الخط العريض سحب كل القوات الخارجية وسمح الليبيين أن هم اللي يصوغوا مستقبلهم من غير تدخلات. شكرا جزيلا محمد سطوحي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من نيويورك. والآن إلى الفقرة اليومية كورونا وحياتنا. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة كورونا وحياتنا. بدأ الأردن تطبيق نظام السوار الإلكتروني بشكل تجريبي على بعض الخاضعين للحجر المنزلي الاحترازي، وتهدف التجربة إلى تنظيم الحجر المنزلي لمن أنهوا الحجر الصحي المؤسساتي. وكانت دول عديدة قد بدأت تطبيق هذا النظام قبل الأردن كوسيلة لمراقبة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والحجر الطوعي. تفاصيل دخول السوار الإلكتروني في خطط الحد من انتشار كورونا في التقرير التالي. وظيفته تعددت وتبدلت مع الزمن وعايشته الأجيال، إلى أن فتك فيروس كورونا بالعالم، فتموضع هذا السوار الإلكتروني واحتل موقعا جديدا في حياة البشر. بسهولة اندمج هذا الجهاز الصغير في حياة الناس، وأولى تجاربه بدأت مع المشبوهين والمجرمين، أو هكذا يقال. قصة السوار الإلكتروني فصولها كثيرة وبلغت حدا بات الاستغناء عنه صعبا، وهو صمام أمان لكثيرين كما هو حال هذه السيدة السبعينية. بواسطة الرياضة سلك السوار الإلكتروني طريق الصحة ودخل عالمها بأشكال وابتكارات مختلفة، لكن فيروس كورونا جعل منه أداة فعالة لحماية الأرواح وأحيانا لإنقاذها. على متن هذه السفينة من غير الممكن توفير شرط التباعد بين أفراد الطاقم لولا السوار الإلكتروني. لم يكن هكذا حالها قبل كورونا، وكغيره من عشرات المرافق الجوية هنا في مطار هونغ كونغ، يلف هذا السوار المستحدث معصم كل راكب على حدة
لضمان توفير شرط الحجر المنزلي وتتبع الإصابات المحتملة. بسرعة يثبت الذكاء الصناعي مجددا قدرته على التفاعل إيجابا مع كل ما له علاقة بحياة الإنسان بمقاربات مختلفة، كما حصل مع أزمة فيروس كورونا. وللمزيد ينضم معنا من الدوحة سيد غيث القرشي، استشاري التحول الرقمي وتقنية المعلومات. أهلا بك معنا سيد غيث. قبل كورونا طبعا كان السوار الإلكتروني حاضرا طبيا وحياتيا بأوجه مختلفة، لكن زاد الاعتماد عليه كثيرا مع تفشي وباء كورونا. هل باعتقادك أنه أصبح من غير الإمكان الاستغناء عن السوار الإلكتروني؟ مساء الخير عليكم جميعا، ومساء التصفح الآمن على الإخوة المشاهدين. الحقيقة التكنولوجيا بشكل عام هي وسيلة وأداة في نهاية الأمر تستخدم بغية تقديم فائدة حقيقية وملموسة للمجتمع وللأشخاص. السوار الإلكتروني كما جاء في التقرير جاء على أشكال كثيرة جدا، ولكن الارتيفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي طور هذه الفكرة حتى أصبحت شيئا يدخل إلى عالم الصحة. يعني رغم أن السوار الإلكتروني كان في بعض الأفكار القديمة منذ عدة سنوات في الساعة المعصمية وفي بعض تطبيقات الجوال فيما يتعلق بمراقبة نبض القلب ومراقبة الصحة إلى آخره، الآن قامت وزارات الصحة باستخدامه في هذه البادرة التي يعني حقيقة يعني يشجع عليها في عملية مراقبة وضبط الحالات التي تصاب بالكوفيد 19 أو الكورونا. أما عملية أنه قد نستغني عنه أو لا نستغني عنه، أنا باعتقادي هي مرة أخرى التكنولوجيا الهدف الأساسي منها هي ضبط سلوكيات الآخرين حتى نصل إلى مرحلة من الوعي. طيب. إذا وصلنا إلى مرحلة من الوعي الإنساني في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيق التباعد السليم، فقد نستطيع أن نستغني عنه بكل سهولة. بالطبع السيد غيث القرشي، استشاري التحول الرقمي وتقنية المعلومات، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. الفقرة انتهت، إلى اللقاء. نهاية حلقة اليوم بتوقيت مصر، نراكم دائما بخير.